نبدأ جولنا القصير مشاهدينا من صحيفة القدس التي نطالع منها ترتيب مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على عقل المستخدم. جاء في تفاصيل الخبر: كشف دراسة حديثة أن تطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام أكثر منصة مضرة بالصحة العقلية لمستخدميها. وأظهرت الدراسة التي أجرتها الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا أن المنصة الاجتماعية تؤدي بمستخدميها إلى معاناة الإحساس بالوحدة والاكتئاب، فضلا عن القلق المرتبط بصورة الجسد. وفي مرتبة ثانية جاءت منصة سناب شات، أما فيسبوك فكان في المرتبة الثالثة، بينما حل تويتر في المرتبة الرابعة ويوتيوب في الخامسة. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: جوجل تطور تقنية جديدة للتنبؤ بالأمراض قبل الإصابة بها. تعتزم شركة جوجل تطوير تكنولوجيا يمكنها التنبؤ عندما يكون المستخدم على وشك الإصابة بمرض ما، وهذا عن طريق الاستعانة بمشروع جوجل برين الخاص بأبحاث الذكاء الاصطناعي للشركة وتحليل البيانات الطبية لفهم صحة الناس بشكل أفضل. كما يمكنها أن تعمل على تحديد إصابة المرضى بالأمراض التي تهدد الحياة انطلاقا من أعراض محددة. صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: سرقة مسمار أثري من معرض إيطالي. سرق مسمار برونزي يعود لأواخر القرن الرابع أو مطلع القرن الخامس قبل الميلاد، كان يعرض بصورة مؤقتة في معرض بمنتزه بومبي الأثري جنوب إيطاليا. ويعد المسمار ضمن أربعة مسامير تم اكتشافها في موقع توري ساريانو الأثرية. ختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: اكتشاف آخر ديناصور أفريقي. اكتشفت في منجم للفوسفات في شمال المغرب حفرية لأحدث آخر الديناصورات التي كانت تعيش في قارة أفريقيا قبل أن تنقرض منذ 66 مليون عام. وخلصت دراسة على عظام فك الحفرية إلى أن أفريقيا كان فيها ديناصوراتها الخاصة حتى اصطدم نيزك عملاق بالكرة الأرضية فقضى عليها.